النقطة السادسة إن أمريكا تريد بهذه الأعمال أن تجعل عدوها كبش الفداء، بحيث يكون عبرة للعالم كله، باعتبار أنها كما صنعت به يمكنها أن تصنع بغيره، وبذلك تضرب حجرين في هدف واحد. وليس بأزاء ذلك إلا قوة الإرادة وقوة الإيمان والصمود والاتحاد ضد هذا الظلم الغاشم، ضد هذا النظام الغاشم الظالم. فلو استطاع العالم أن يقول كلمته العادلة الحقيقية زال هذا النظام الظالم عن الوجود.